تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريما محمد رشدي قادري، أقامت الغرفة الفتية الدولية بحلب ملتقى حواري شارك فيه شخصيات بارزة في المجتمع السوري، إضافة إلى نحو 100 شاب وشابة من القطاعات الحكومية العامة والقطاعات الخاصة ومنظمات إنسانية وتنموية دولية وجمعيات خيرية غير ربحية محلية. نحن بنوعدكم إن شاء الله أنه راح كل ما يتمخض عنه هذه الجلسة الحوارية سيكون على طاولة المعنيين، ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستقوم بما عليها بواجباتها كاملة. نحن اليوم ساوينا الجلسة الحوارية هي، الهدف من هالجلسة هو نقل شبابنا من العمل التطوعي للعمل التنموي. ملتقى حواري بين متحدثين من كبار الشخصيات، من أصحاب المصلحة العاملين بالمنظمات الدولية بالقطاعات الخاصة والقطاعات العامة، وبداية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بذكر أنه المؤتمر تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رح يكون في توصيات ومخرجات بنهاية هذا المشروع إن شاء الله رح تتبناها الجهات المعنية. الملتقى الحواري تضمن 4 جلسات للتحاور بمواضيع تخص عمل الشباب السوري في ظل العمل الإنساني والتنموي والانتقال لمرحلة التعافي، واختتم الحوار بجلسة مخرجات وتوصيات. غاية هذا الملتقى هي برعاية الشؤون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبتنسيق مع محافظة حلب. غاية هذا الملتقى هو خروج بالتوصيات، توصيات عملية وفعالية لإيجاد فرص عمل للشباب الذين تطوعوا في مرحلة الأزمة ضمن الجمعيات، وإيجاد فرص عمل حقيقية لهذه الشباب. الشركات لإعادة الإعمار أنا كمستشار تتراقب وتتسارع للحصول على التراخيص. هاي الشركات شركات محترفة ومهنية بحاجة لكوادر مؤهلة، وأنا بقول لهالشباب الفرص عندكم كتير 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 كبيرة. كان الهدف من الملتقى تسليط الضوء على واقع عمل الشباب وردم الفجوة بين مرحلة العمل الإنساني ومرحلة التعافي، ووضع مقترحات وحلول لمستقبل عمل الشباب السوري، ورسم ملامح أولية لمرحلة التعافي المبكر، وتوجيه الشباب السوري للتخطيط المهني بما يتناسب معها.